نطالب إدارة الرقابة على النقد والمصارف بضرورة تعديل المنشور، ونطالب بتوحيد سعر الصرف وفتح كل طرق الدفع، لأن هناك شركات كثيرة في العالم لا تقبل الاعتمادات من ليبيا. هناك مشاكل كثيرة جدا في دول لا تقبل وشركات لا تقبل الاعتماد من ليبيا، حتى في قبل مشكلة كورونا. يا بال تو احنا نحتاج إلى ضرورة فتح كل طرق الدفع، وهذا لا يتأتى إلا بتوحيد سعر الصرف. فهي الأمور كلها مربوطة ببعضها، في لوم كبير جدا على الحكومة، وأيضا اللوم على مصرف ليبيا المركزي يلزم حل، لأن القادم بهذا الشكل سيكون سيء جدا، وسيكون هناك ارتفاع كبير لسعر العملة، وإذا ما ارتفع سعر العملة السوق لن تتوفر فيها البضائع، وحتى البضائع التي تأتي للسوق سيتم تهريبها. حتى ولو قلنا أن الحدود مسكرة مع تونس، لكن تهريب للجنوب مفتوح، وسيؤثر على السوق المحلي بشكل كبير جدا. فإذا ما وجد فرق سعر كبير وجد الفساد ووجد الخراب، وهذا احنا ضد بقوة، ولابد أن احنا إن شاء الله بتواصل مستمر بين مصرف المركزي والمجلس الرئاسي ضرورة توحيد سعر الصرف وفتح كافة الطرق للدفع، وإلا سنرجع إلى أسوأ مما كنا فيه في سنة 2017.